هذا الكيرف هذا بوزيتيف كنترول بوزيتيف وهذا اللاعب الكورنر بوزيتيف تمام وهذا بوزيتيف نيجاتيف ولا لا بدعم مباشر من السيد محافظ نينوى المحترم والسيد النائب ثابت العباسي المحترم والسيد مدير عام دائرة الصحة نينوى المحترم تم اليوم تشغيل جهاز PCR لإجراء الفحوصات الخاصة بالمرضى المشتبه بإصابتهم بمرض كورونا بعد وصول الكت الخاص بالفحص وتم اليوم إجراء الفحوصات التجريبية وكانت النتائج مطابقة لنتائج الموجودة في تعليمات الكت الخاص بالفحص ومن الآن أو غدا إن شاء الله نقوم باستلام العينات الخاصة بالمرضى المشتبه بإصابتهم في مختبر الصحة العامة حيث نقوم بإجراء هذه الفحوصات دون الحاجة إلى إرسالها إلى بغداد وتظهر النتائج إن شاء الله خلال ساعات في مختبر الصحة العامة في الموصل. تم هذا اليوم إجراء فحوصات البي سي آر على نماذج خاصة من الكت وأول مرة يتم إجراء هذه التحاليل بصورة دقيقة وجيدة في مختبر الصحة العامة المركزي في الموصل بالإضافة إلى تأهيل الجهاز الثاني القديم أيضا جاهز للعمل بجهود دكتورة ندى وأخ مؤمن وأخ نشوان. شنو تحتاجه بعد من الحكومة المركزية بالنسبة لهذا الجهاز؟ والله هذا إدامة العمل به وتوفير الكتات والإكسسوري اللي موجودة معه. جد كم عدد من الكتات حاليا؟ كت واحد. تحتاجون جد حسب الموجة وحسب الزخم اللي موجود وعلى تم الاستعداد لإجراء التحاليل ليلا ونهارا مشيئتي تعالى. بعد أن من الله علينا بتوفيق السيد النائب ثابت العباسي رئيس الجنازة النيابية الذي قام بتوفير الجهاز وكل مستلزماته وما يطلبه الجهاز واليوم الحمد لله والشكر قام الكادر الطبي الدكتور علي ودكتور ندى والأخوة الأطباء المرافقين معهم بتشغيل الجهاز وأخذ العينات والحمد لله ظهرت الفحوصات بعد ساعتين مباشرة ومن الآن ما يحتاج بعد الفحوصات تذهب إلى بغداد طول يومين لا الحمد لله والشكر راح تكون بالموصل وخلال ساعتين إن شاء الله وننوي أن هذا الجهاز الأول والوحيد بالموصل اللي يعمله اليوم بدأ ونتمنى من الله تعالى أن الموصل تبقى بيضاء.